والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أحياءهم والأموات إنك مولانا سميع قريب مجيب الدعوات اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولرسولك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم ونور قبورهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا والذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم أبدلهم دورا خيرا من دورهم وأهلا خيرا من أهلهم وأزواجا خيرا من أزواجهم وجازهم إلهنا بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا اللهم اجعل قبورهم نورا اللهم اجعل قبورهم نورا وآنسهم في وحشتهم يا ذا الجلال والإكرام وارحمنا إلهنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا ليس لنا أنيس سواك نسألك ربنا أن تجيرنا من الموت وشدته ومن القبر وظلمته ومن القبر وضمته ومن البعث وكربته ومن الصراط وزلته ومن الصراط وزلته اللهم لا تفضحنا على رؤوس الأشهاد اللهم إنك تعلم كم من نعمة أنعمتها علينا قل لك شكرنا وكم من بلية ابتليتنا بها قل لك عندها صبرنا فيا من قل شكرنا عند نعمائه فلم يحرمنا ويا من قل صبرنا